أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال ساعات نهار اليوم بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ساعات نهار اليوم الأحد. يس الطقس غائم جزئي مع 24 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 23، نسب رطوبة متدنية 52%، أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالانتقال الآن لتفاصيل باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 26 إلى 14، عجلون 23 إلى 14، جرش 26 إلى 14، أما المفرق 27 إلى 15. بالنسبة للمنطقة الوسطى، نبدأ من الزرقاء 28 إلى 16، البلقاء 26 إلى 17، مأدبة 26 إلى 15، العاصمة عمان 24 إلى 16، البحر الميت 33 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 22 إلى 14، الطفيلة 23 إلى 15، الشوبك 20 إلى 13، معان 25 إلى 15، أما العقبة 31 إلى 19. بالنسبة للمنطقة الشرقية، أرويش التفرق لبعض الغيوم 29 إلى 18، الصفاوي 28 إلى 16، الأزرق 30 إلى 17. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، أتمنى نهار سعيد للجميع، إلى اللقاء.